مشاهدينا بنفتح معاكم حوار جديد عن السياحه في مصر في بلاد طيبه، واكيد لما نتكلم عن السياحه ممكن كمان نتكلم عن الاستثمار والتنميه السياحيه والاستثمار السياحي في مصر. اعتقد ان هو الحوار هيطول فيه كتير ومش بس في حلقه واحده، ممكن ناخد حلقات كتيره. معانا من دوله البحرين المستثمر العربي الاستاذ محمد المناعي. اهلا بحضرتك معانا في بلاد طيبه. شكرا. الله يخليك. اهلا وسهلا استاذ محمد. حضرتك من دوله البحرين. نعم. ومستثمر ليك استثمارات بين مصر نعم. والبحرين. نعم. لو نتكلم عن تجربة الاستثمار ليك في مصر كانت شكلها ايه؟ هي الحقيقة يعني في البداية، يعني في أول الثمانينات بدأنا تأسيس شركة الاستثمارات، شركة الخليج للاستثمارات العربية، وكان القانون لسه جديد، قانون الاستثمار في مصر؟ في مصر نعم. احنا جينا بدعوه من رئيس الوزراء الدكتور فؤاد محي الدين رحمه الله عليه، وجه دعوه لبعض رجال الاعمال في الخليج، وجئنا الى مصر وعملنا مؤتمر للاستثمار بين العرب ورجال الاعمال المصريين ورجال الاعمال، وتولدت الشركه في ذلك المؤتمر. تمام. وبدانا العمل فيه، بدأنا تنفيذ المشروعات واحدا تلو الآخر، ولكن هناك يعني مقولة لابد أن أشير لها. في أول اجتماع جلسنا نتداول وننظر في الإيجابيات والسلبيات، ف طبعا الإيجابيات كثيرة في مصر، حبها الله بشيء من الخيرات والكنوز، الشيء الكثير وسوف نأتي على ذكر ذلك فيما بعد. الإيجابيات طبعا حتى لو تكون صغيرة، السلبيات حتى لو تكون صغيرة فيه قلق. فقلت للإخوان المجتمعين لهم، هل المال أغلى من مصر أم مصر أغلى من المال؟ طبعا كلهم جاوبوا الجماعة مصر أغلى، فقلنا لهم نستبعد إذا كلمة ماذا لو، نستبعدها خالص ونتكل على الله، وهكذا كان. واستمرت الرحلة. استمرت الرحلة ونجحت. أستاذ محمد، يعني إيه أفاق الاستثمار في مصر؟ شايفها إزاي؟ أولا مصر يعني حباها الله بخيرات كثيرة، أولها الموقع. الموقع متميز، والمناخ متميز كذلك، وكما تشاهدين هذا البحر الجميل والشواطئ العظيمة، هذه الأساس، عناصر أساسية للاستثمار السياحي. والاستثمارات الأخرى طبعا كثيرة، وكنوز الأرض عندكم فيه خيرات اكتشف منها القليل والباقي أكثر. طيب خلينا نركز على الاستثمار السياحي، بما إن احنا موجودين هنا في عيون موسى. طيب. ومنطقة راس سدر. طيب. شايف الاستثمار السياحي أفاقه عاملة إزاي؟ وخصوصا ان هذا الاستثمار بيستوعب راس المال المصري والعربي. صحيح. هو يعني راس المال في العالم يجمع الان يعني يعيش فتره من القلق على مستوى العالم. على مستوى العالم. نعم. وليش القلق؟ القلق لان الاحداث اللي مرت على العالم من بعد 2008 هزت ما هزت وغيرت ما غيرت، ولذلك المستثمر بدأ يستفيق الآن بعد التوقف. لا، التوقف يمكن شمل العالم كله وليس مصر، ولكن الآن الأمور بدأت تستقر واطمأن المستثمر لكثير من الجهات، وأظن أن مصر هي من آمن الدول
كما أثبتت التجربة أن خسارتها أقل. الخسارة كانت في مصر في العالم أكثر بكثير جدا. الاستثمارات الخارجية الأجنبية، الاستثمارات المصرية تأثرت بالأحداث ولكنها لم تتأثر كما تأثرت الاستثمارات العالمية. طب يعني لو هنتكلم عن خبرة لك، خبرة في أو باع طويل في الاستثمار في مصر، يعنينا في بلاد طيبة هو الاستثمار في مجال السياحة، يعني ايه هي فرص الاستثمار في مجال السياحة؟ يعني منطقة زي عيون موسى مثلا وراس سدر، منطقة زي شرم الشيخ، زي دهب، زي نويبع، المناطق دي كلها تقريبا اذا استبعدنا شرم الشيخ يعني دهب نويبع مناطق بكر وتستوعب يعني الاستثمار. هي لا شك ان ان الاستثمار فيها شكلها ايه؟ استثمار الاستثمارات هل فنادق بس مش ولا خدمات؟ مش هنعمل استثمارات رتيبة متكررة. ايوه اليوم مجال الاستثمار لازم ينطلق من ما يحتاج العالم. ماذا يحتاج؟ يحتاج للسياحة العلاجية. السياحة العلاجية، السياحة العلاجية تكلف المليارات، ومصر عندها آفاق، وعندها كبيرة. من الآفاق، من الكنوز، من البشر ومن الأمكنة المناسبة والجميلة والهادئة والعمالة. هيك ضعت يعني يدك على نقطة مهمة وهي السياحة العلاجية. فالسلاح العلاجي اليوم سياح يعني مرفق للاستثمار رهيب جدا. يعني وأنا لا تصورت مثلا استطاعت مصر أن تأخذ من حجم السياحة العلاجية في العالم 10%، وهي قادرة أن تأخذ أكثر، وفي استطاعتها أن تصل إلى الأكثر، ولكن خلينا في الحد 10%. لو أخذت 10% من الاستثمارات في العالم سوف تأخذ المليارات. أنا لا يحضرني لا تحضرني الأرقام الآن، تمام، ومع الأسف يعني لو كنت عارف كنت حضرت الأرقام، ولكن مليارات. حضرتك زرت كثيرا القاهرة، قصدي مناطق حول القاهرة؟ نعم، زي شرم والغردقة. نعم زرت، أنا بدأت زرت مصر أول مرة في 61، وزرت القاهرة والإسكندرية وأسوان والأقصر. سيناء؟ لا ما جيت سيناء، جيت العريش. العريش فقط؟ ايه فقط. ايه العريش محتاج استثمارات يعني. ايه العريش في نعم نعم، يعني لها طبيعة خاصة، موقع متميز وغريب من من العمار، غريب من المدن، وفي امكانيات هائلة هي مصر في كل موقع. انا انصحك تزور برضه الوادي الجديد، في والوادي الجديد سمعنا عنه الكثير ما شفته، وهناك السياحه العلاجيه. نعم صحيح صحيح، وفي خيرات. نعم. في استثمار واستصلاح. نعم. اراضي يعني هو في اي موقع تحطين السياحه العلاجيه في مصر لها دور. وهي يعني لما يقال يا فندم ان كل مربع على الارض مصر يصلح للاستثمار السياحي، يعني صحيح. انا لا اتحيز لبلدي. لا لا بس هذا الواقع كده. يعني انت لو مثلا جيتي على سيناء مثلا وشفتي هالشواطئ الجميلة، ورحتي إلى الأقصر وأسوان، السياحة مختلفة. أسوان جميلة بمناخ تاني وبشكل وبوضع شكل ومقومات سياحية أخرى، يعني أخرى والأقصر شكل آخر. ففي في وطول الصعيد والسياحة العلاجية محتاجة لكثير. لا يعني مش بس في عند يعني يقال عند مناطق في النوبة في زي يعني مراكز للاستشفاء والعلاج، حتى مثلا العلاج والعلاج الطبيعي والى اخره، والموقع والشمس طيب ايه النصيحة اللي حضرتك بتنصحها للشباب المستثمرين اللي حابين ان هم يبتدوا الاستثمار مثلا في مصر، بماذا تنصحهم؟ هو التوجه الان طبعا يقولون السعيد من اتعظ بغيره. لو نظرنا للشرق الأقصى ولنأخذ تايوان كمثل، بدأت تايوان وهي تأن تحت مشاكل اجتماعية لا حصر لها، وبدأت
بالمشاريع الصغيرة. يعني المفتاح هنا المشاريع الصغيرة أو المشروعات الصغيرة. نعم، المشاريع الصغيرة هي الآن المقدمة للمشاريع الكبيرة، وهذه لازم تعطيه مصر والدول العربية. الحين البحرين بدأت تعطيه اهتمام وتمويل ورعاية وتسويق وإلى آخره، ولذلك هو لا شك لابد من أن تغير الاستراتيجية في الاستثمار وتحط القوانين، تحط الإمكانيات اللي تشجع على هذه لتشجيع وتسيير العمل وتسجيل العمل. آخر سؤال، التعاون العربي المشترك في مجال الاستثمار والإنتاج مطلوب، وخصوصا إن في تقارب كبير ما شاء الله ما بين الدول العربية ودول الخليج تحديدا ومصر؟ يعني أولا يعني مصر لم أقابل عربي لا يحب مصر. كل العرب يحبون مصر ويريدون لمصر. أعطيش مثلا البحرين مثلا. تمام. 1919 أول بعثة تعليمية جاتنا من مصر. بذرة جميلة جدا مباركة، شجرة أينعت. شو النتيجة؟ النتيجة أن يوم البحرين وصل عدد التعليم فيه، نسبة التعليم 98.5. ما شاء الله. سنوات قليلة ونكون في صف الدول القليلة المتقدمة، مش الكثيرة بعد، دول قليلة اللي وصلت إلى 100%، وإحنا إن شاء الله أمامنا سنوات قليلة. هذه هي طال عمرك بداية وضعها المصريين، وهذه طبعا وكل شيء يكبر من بدايته. صحيح. وإذا بدأ الشيء صح ينتهي للصح. ولذلك مصر قادرة، كنوز من الرجال والعقول والمواهب والمقومات والمغومات فقط إرادة التغيير الأفضل. أيوة، التغيير الأفضل لازم تكون. أوكي. بعدين أنا الآن عند حضوري في المؤتمر، هذا المؤتمر عندي ثقة، مش إحساس، زاد عن الإحساس، لأن هناك مدرسة جديدة. تمام. وشعب متغير خالص، شعب يبي يعمل، عنده الرغبة في العمل، الشباب متوجه، مؤمن بأن عنده الإمكانيات، مؤمن بأنه لازم يجب أن يعمل. إذا علينا إحنا كرعاة أن نتبناه بإذن الله. ولذلك أنا مصر قادرة على الأمن. هذا الشعب كنز، كل ما أخذت منه زاد. صحيح. ما عليك إلا أن تعطيه استقرارا وعلما وخبزا. ودعه ينطلق. ودعه ينطلق. تمام. فسوف يعطيك الرخاء والرفاهية بشكرك جدا يا فندم. الله يسلمك. نحن نتمنى لمصر من كل قلوبنا التوفيق والنجاح والاستقرار، وهي لا شك أنها هي عمود العرب، والعرب يحبوها، وما في داعي أن احنا نقول للعرب تعالوا استثمروا. مجرد ما يكون المناخ جاهز، والحمد لله الآن الأمور تسير للأحسن، ويعني وبشرى للإخوان اللي رأيناه اليوم مختلف تماما عن الماضي. بلقي بلا طيبة وقريبة وحبيبة، بلقي أنا المحبة. Yeah.